ميفاك أول مصنع للقاحات في مصر والشرق الأوسط لتصنيع لقاحات عالية الجودة. ميفاك صرح عالمي بخبرات عالمية بأيد مصرية. ميفاك حلول فعالة لمواجهة المشاكل المرضية المحلية. اعتماد كامل على الأبحاث والدراسات العلمية. ميفاك تضمن لك إنتاجاً حيوانياً وداجنياً أفضل خالياً من الأمراض. ميفاك جهد كبير لتحقيق احتياجات السوق من اللقاحات عالية الجودة لتصديرها في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. ميفاك هرم رابع على أرض مصر. هذا البرنامج برعاية أهلا بحضراتكم. يمكن موضوع الساعة الآن هو موضوع قرض صندوق النقد الدولي، وده مش جاي من فراغ لكن جاي من مشاكل اقتصادية بتعاني منها مصر في هذه الآونة. كان تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يومين أو أكثر حين افتتاحه لمجمع البتروكيماويات، وقال إن حجم الدين في مصر بلغ 98% من الناتج المحلي، وقال كمان إن نسبة التضخم وصلت لأعلى نسبة تصل إليها في مصر في تاريخها، وبالتالي إحنا بنعاني من مشاكل حقيقية وفي بالفعل ناقوس خطر لابد أن يدق فيما يتعلق بالاقتصاد، خاصة مع تدهور سعر الجنيه أمام الدولار. طيب، يعني الحل المطروح من قبل الرئيس والحكومة هو الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وده هيكون بمثابة شهادة تعزز قدرتنا على الاقتراض من مؤسسات أخرى وتساهم في حل مشكلتنا الاقتصادية. هل ده الحل الوحيد؟ هل له آثار سلبية ولا لا؟ ده اللي بنحاول نبحث في هذه الأيام باستشارة عدد كبير من خبرائنا المصرفيين والاقتصاديين. شرفنا النهاردة الحديث حول هذا الموضوع دكتور أحمد آدم الخبير المصرفي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. طيب، عايزين نبدا مع حضرتك كده من تعريف الناس. حضرتك طبعا خبير مصرفي، وبالتالي هتكون ادرى الناس بان احنا تعرفنا بمؤسسه صندوق النقد. ليه التخوف منها وليه اسمها بمثابه كده حاجه زي البعبع بالنسبه للمصريين؟ شوف حضرتك، هو طبعا سنه 45 كانت حصلت فيه، كانوا خلاص خلصنا الحرب العالميه الثانيه وبدات الدول الكبرى بقى تقعد مع بعضها علشان خاطر شوفوا النظام النقدي العالمي والاقتصاد العالمي واحنا هنعمل ايه. فكانت في حاجه اسمها اتفاقيات بريتون وودز، وكان من ضمنها ان احنا نعمل صندوق النقد الدولي علشان خاطر صندوق النقد الدولي ده، وعملوا بنك الاسكان وعملوا بنك التعمير كمان الاوروبي اللي هو ساهم في ان الدول الاوروبيه اللي اديرت في الحرب العالميه الثانيه اصلح لها بناها التحتيه. وزي ما وانت شايفه في مده قصيره جدا الدول دي رجعت اقتصادياتها قويه جدا ورجعت البنية التحتية عندها قوية جدا، دول يعني دول ودول كبرى كمان. فطبعا صندوق النقد لما اتعمل بدأوا بقى يحطوا له خبراء اقتصاد عالميين علشان خاطر بقى اذا كان في اقتصاد محتاج اعادة هيكلة، في عمليات اصلاح لاقتصاديات دول كانت منهارة خارجة من الحرب العالمية منهارة كمان، علشان خاطر يشوفوا بقى اسعار الصرف على مستوى العالم، من الممكن جدا ان دولة تخش تبوظ النظام النقدي العالمي يعني. فكانوا بيخشوا يراقبوا، وكانوا بيراقبوا عموما مبادئ، عموما كانوا بيهتموا بالاقتصاد الكلي، اذا كان موازين المدفوعات بتاعه الدول بيهتموا بها اهتمام كبير جدا، اذا كانت الموازنات بتاعه الدول بيهتموا بها اهتمام كبير جدا، سعر اسعار الفايده، البنوك، الاجهزه المصرفيه بداخل الدول. فكانت الاهتمام ده كله من قبل صندوق النقد. صندوق النقد كانت ليه اهميه كبيره طبعا، وكانت الولايات المتحده الامريكيه طبعا هو مركزه في واشنطن. دلوقتي الاعضاء اللي فيه حوالي 188 دوله، يعني اغلب دول العالم كلها اعضاء في صندوق النقد. صندوق النقد راس ماله هو ده اللي بيدي منه القروض، كل دوله ليها حصه بتتناسب مع حجم اقتصادها. حصه مصر قد ايه؟ احنا كانت لغايه فبراير اللي فات كانت 1.6 مليار دولار، في فبراير زودنا الحصه
ل 2.9 من 10 مليار دولار. ليه؟ لان انت بتخترضي 335% من الحصه، يعني الحصه بتاعتنا ال 2.9 من 10 مليار دولار تمكننا ان احنا في الاحوال العاديه ان احنا نقترض 9.7 من 10 مليار دولار، لكن القرض 12، يعني معنى كده ان هو بيفوق 400% من الحصه، حوالي 400 اكثر من 450% كمان من الحصه. وده ناتج عن ان البرنامج الاصلاح اللي كانت مقدماه مصر واللي اتفقت معاه في الاتفاقيات المبدئيه مع الصندوق كان برنامج كبير جدا. احنا عندنا طبعا زي ما اشارت الجهات المسؤوله، عندنا طبعا الدين المحلي وصل لحوالي 1.8 تريليون، وده مبلغ يعني مبلغ كبير جدا. يعني انا يعني الواحد لما يبص له كده يعني احنا هنسدد الكلام ده امتى؟ الدين الخارجي كمان بدا يقفز لمستويات عاليه، وصل ل 53 مليار دولار. عجز الموازنه دلوقتي، كنا اخر 3 سنين كنا بنتكلم في ربع تريليون، يعني 250 مليار جنيه، بدانا ننط فوق 315. وبعدين احنا داخلين على مشروعات عملاقه، المشروعات دي هتزود عجز الموازنه اكتر واكتر. فطبعا كل الكلام ده كان لازم له برنامج اصلاحي. البرنامج الاصلاحي زي ما قلت لك كان بالاتفاق مع الصندوق. اهم حاجه ان احنا المبلغ اللي هناخده ده من الصندوق هنقدر نقضي بيه على السوق الموازيه، لان السوق الموازيه ونكبح يعني كبح جماح الدولار. انت عارف ان الدولار طالع في وخاصه من في نهايه ديسمبر، يعني احنا نهايه ديسمبر كان الدولار في السوق الموازيه كان بحوالي 8.5 8.5 جنيه، النهارده بنتكلم وصل يعني لم السقف 13.5، النهارده بنتكلم في 12.60، وكمان الناس بره بتشتري ما بتبيعش. طب يعني دلوقتي القرض اللي احنا طالبينه ده هيساهم في القضاء على يعني معضله الدولار نسبيا وتهدئتها، وهيروح للميزانيه او الميزانيه الدوله، هو ده الاساس ولا هنعمل بيه حاجه ثانيه؟ شوف حضرتك الاصلاحات اللي هي هنعملها دي الاصلاحات دي هتهدي شويه او هتهدي بدرجه كبيره عجز الموازنه. في كمان المبلغ اللي احنا بناخده ده من الممكن جدا عن طريق المبلغ باستراتيجيه معينه ان احنا بالفعل نقضي على السوق الموازيه، بالفعل نقضي عليها. ولكن القضاء عليها زي ما قلت لحضرتك بيتطلب استراتيجيه معينه، والسوق الموازيه زي ما انت شايفه ان اللي بيدير السوق او الناس العقليات اللي موجوده في السوق اختلفت اختلاف كبير جدا عن اللي كانت موجوده في الثمانينات والسبعينات والكلام ده. انت عارفه ان السوق الموازيه تم القضاء عليها في سنة 2003 لما حررنا سعر الصرف التحريري الأول، طبعا كان داخل لنا موارد دولارية كبيرة جدا من عمليات الخصخصة، ووصل الاحتياطي زي ما شفنا كان وصل في نهاية 2010 في 30/6/2011 كان وصل لا 2010 يا ربي وصل ل 36 مليار دولار، وكان في كمان حوالي 10 مليار دولار كان الدكتور فاروق مجنبهم عشان يخرج بيهم الأجانب. أجانب طبعا كانوا مستثمرين في أذون الخزانة بحوالي 10 مليار دولار، قال لو جم طبعا كانت حصلت ثورة تونس وكان في هنا احتمالات كبيرة جدا إن تحصل حاجة في مصر، كان كل كان حاسس بكده. فقلنا ال 10 مليار دولار دول خارج ال 36 عشان الأجانب لو حبوا ينسحبوا، حصلت مشاكل الأجانب ينسحبوا بدون التأثير على الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية. صندوق النقد طبعا زي ما قلت لحضرتك يعني في خبراء بيناقشوا معانا عمليات الاصلاح، ولما تاكدوا ان احنا بالفعل هنبدا نعمل في عمليات الاصلاح دي، وبالفعل كان في جانب كبير منها احنا عملناه، وافقوا موافقه مبدئيه على ان هم هيدونا ال 12 مليار دولار زي ما قلت لحضرتك. صندوق النقد الدولي الناس خايفه منه ليه؟ ليه مثلا لما بيذكر اسمه مع البنك الدولي، البنك الدولي بيثير ارتياح، ما بقاش في تخوف منه قوي مقارنه بصندوق النقد؟ الصندوق بيبص على سياسات دول، على انك انت هتصلحيها في مقابل ما هتصلحي انا هديكي فلوس عشان تعملي الاجراءات او الاصلاحات الهيكليه دي. يعني مثلا الشهر اللي فات او الشهر اللي قبل اللي فات كانوا مدين المغرب حوالي 3.5 مليار دولار علشان خاطر عندهم حاله يعني مؤشرات البطاله عاليه جدا، مدينهم علشان خاطر يعملوا اصلاحات هيكليه في الاقتصاد بتاعهم عشان يخففوا معدلات البطاله ويعلوا معدلات التشغيل وكده، ادوهم القرض ده بناء برضه على مناقشات معاهم وخطط للاصلاح زي ما قلت لحضرتك. العراق كمان خدت خلال من حوالي 3 شهور خدت حوالي 5.5 مليار دولار برضه علشان خاطر مواجهه انخفاض اسعار النفط. انت عارفه ان العراق منتج من اكبر منتجي النفط الموجودين على مستوى منطقه الشرق الاوسط، وعلشان خاطر كمان مواجهه داعش وكده
برضه واجراء اصلاحات هيكليه على الاقتصاد العراقي، اخذوا 5.5 مليار دولار. فاذا الصندوق موجود في المنطقه وبيبصوا في اجراءات اصلاحيه وكده. النهارده الناس خايفه ليه؟ لان احنا من زمان قوي بندرس ان دي سياسات جامده بتطبق على كل الدول. يعني انا سنه 85 كنت في البكالوريوس درست الاجراءات دي، ان انت لازم تتخلصي، ما فيش حاجه اسمها دعم، تتخلصي من الدعم. احنا طبعا انت عارفه ان احنا اغلب الشعب المصري طبقه متدنيه وطبقه متوسطه بيعتمد اعتماد كبير جدا على الدعم، دعم العيش، دعم السلع التموينيه، الكلام ده كله. هنلغي الدعم، هنلغي بقى، نخلي اسعار الوقود طبقا للاسعار العالميه، مفيش دعم لاسعار الوقود. هنخلي كمان سعر الصرف، ما فيش حاجه اسمها سعر صرف مضار او ان احنا نتحكم في سعر الصرف، لا، سعر الصرف لازم يتناسب مع قوى العرض والطلب ويبقى في تحرير كامل. كمان الشركات الخسرانه بتاعت القطاع العام هنبدا نبيعها والقطاع الحكومي، مفيش حاجه اسمها توظيف حكومي. طبعا الحكومه تخلت عن عمليات التوظيف، وكانت حصل التوظيف بعد 25 يناير، لكن رجعنا تاني للموقف. اغلب شروط الصندوق احنا مطبقينها، يعني عاملين خصخصه من فتره طويله. بالفعل توقفت التوظيف الحكومي. لا بس يعني هي مش اغلبها مطبقينها، لانه هي الخصخصه بتعود للوجود بشكل او باخر بطرح اسهم القطاع العام مره تانية. لا ده هو كانوا هم بيقولوا لي بيع الشركات الخسرانه، مش تبيع الكسبانه. احنا الخصخصه اللي احنا عملناها شركات اللي كانت بتجيب بالفعل ايرادات وكانت شركات ناجحه احنا بعناها، احنا طبقنا الخصخصه بالمقلوب. حضرتك طبعا الاجراءات دي جه، طبعا احنا لو نفتكر في سنه 77 في شهر يناير كان صندوق النقد كنا عايزين منه قرض، فقال لنا شويه حاجات، فقلنا يلا احنا هنبدا بقى ننفذ تعليمات الصندوق، الغي الدعم. راح بص لقى الرئيس انور السادات، بص لقى الناس راحت طالعه. فطبعا الراجل كان ذكي جدا بحيث ان هو احتوى الموضوع، خلاص بقى ما فيش صندوق ولا بتاع، وراح مزود المرتبات وبتاع. في ما فيش ساعتين ثلاثه كانت العمليه خلصانه. طبعا طب خلينا نركز على الوقت الحالي استاذ ادم ونشوف الان، يعني دلوقتي الشروط دي ممكن بقى برضو الان تطبق بطريقه او باخرى. احنا فعلا بنتكلم عن تخفيض دعم، حصل فعلا تخفيض دعم في الكهرباء، هل هنتكلم عن تخفيض دعم في المواد البتروليه او السلع؟ هل هنتكلم عن دعم نقدي بدلا من عيني؟ ده اللي يهم المواطنين انهم يعرفوه. دلوقتي وزاره الكهرباء بالفعل اعلنت على انها خلاص هتحرك الاسعار، وانها كده هتحرر اسعار الكهرباء وما عادش في حاجه اسمها دعم كهرباء. احتمالات كبيره جدا اسعار الوقود، على فكره اللي نافع، اللي نافعنا سبحان الله ان الاسعار بتاعه الوقود عالميا في انخفاض. صحيح. فانت ما تقدريش يعني حتى لو حصل انك انت لغيتي جزء من الدعم او حاجه، هتبقى يعني الضرر هيبقى التاثير بتاعه خفيف شويه. ولكن احنا في عمليه تحرير بقى سعر الصرف. تحرير سعر الصرف، انت عارف ان الموارد بتاعت مصر من الدولار، ما فيش موارد، عشان كده رحنا للصندوق. وانت عارف ان الصندوق ده من زمان واحنا بنطلق عليه ده الملاذ الاخير بقى، يعني لما نتزنق خالص ما فيش قدامنا للصندوق. فالوضع الاقتصادي كان الملاذ الاخير بالنسبه للحكومه الموجوده ان هم يروحوا ياخدوا من الصندوق. طبعا في حلول، يعني في قبل ما ندخل في الحلول، في حلول. ده لا ده الحلول كمان لازم نشير لها، لانه انت عارفه ان الموافقه مبدئيه من صندوق النقد الدولي. الموافقه المبدئيه دي بتتطلب انك انت بتعملي حاجات هم متفقين عليها انها تتعمل. انت عارفه ان ضريبه القيمه المضافه هتطبق من الشهر اللي جاي. ضريبه القيمه المضافه على فكره متطبقه في كل دول العالم، ودي بديل عن ضريبه المبيعات. وضريبه المبيعات برضو على فكره مش كانت اختراع من الدكتور يوسف بطرس غالي ولا حاجه، ده هي ضريبه تم تطبيقها على مختلف دول العالم، فاحنا طبقناها زي ما هم طبقوا. بعد كده القيمه المضافه، بعد كده وده اللي احنا خايفين منه فعلا، ان انت في ظل عدم وجود موارد، وهو الحمد لله لغايه دلوقتي ما حصلتش، ان محافظ البنك المركزي يخفض قيمه الجنيه، لان التخفيض الاولاني. لكن هم كلموا عن يعني نظر للسياسه النقديه، او يعني ان تصبح السياسه النقديه اكثر مرونه. مقصود ايه بقى بانها تصبح اكثر مرونه؟ انه في اتجاه ربما للتعويم الجنيه، ولا ده لسه كلام بدري نتكلم عليه؟ هو تعويم الجنيه هيحصل لما هناخد القرض. لما هناخد القرض لازم ان هو هيبدا يتخذ عمليات تخفيض متعدده، بحيث ان هو
في الاخر ان الموارد بتاعت مصر اللي هي تعويض المصريين العاملين بالخارج وايرادات السياحه وايرادات وايرادات التصدير كمان، يعني عوائد التصدير ما تخشش موارد للسوق الموازيه وتبدا تخش في قنواتها الشرعيه اللي هي البنوك وشركات الصرافه. لو حصل ده ممكن ما يحتاجش شركات الصرافه؟ لا طبعا شركات الصرافه دي امر يعني اصل في اغلاق لاكثر من 45 او 47 شركه صرافه، يعني لانهم ما تعاملوش بطريقه قانونيه، هل ده ممكن يعيدنا لسوق سوداء ثانيه لانه مش هنلاقي شركات صرافه موجوده فنشتري من بره؟ شوف حضرتك مفيش حاجه اسمها نقفل شركات الصرافه. شركات الصرافه عامل مساعد للبنوك، ولكن اذا كان البنوك اصلا يعني في بعض البنوك لما بتروح لها بتقول لك انا مفيش دولار عندي، يعني بنوك بتقول لك انا ما عنديش دولار، فما بالك بشركات الصرافه هي هتعمل ايه؟ هو حضرتك بتقول لي تحرير سعر الجنيه ده ممكن يؤدي ان كل عوائد الدولاريه تروح للبنك، فالشيء الطبيعي بقى ان احنا نتعامل مع البنك. ده الكلام ده لو احنا عندنا موارد، لو احنا عندنا الموارد اللي تسمح ان انا كل ما القائمين على اداره السوق زي ما قلت لحضرتك الناس اللي موجوده في السوق الموازيه دلوقتي عقليات بتختلف اختلاف كبير جدا عن اللي كانت موجوده في الثمانينات وكده، احنا زي ما قلت لك في 2003 لما حررنا سعر الصرف وكان عندنا موارد قضينا على السوق الموازي، عشان تحرري وتقضي على السوق الموازي لازم يكون عندك موارد، الموارد هتيجي من الصندوق، وكمان ان الصندوق طبعا دي موافقه مبدئيه لسه اللجنه التنفيذيه هتجتمع، اللجنه التنفيذيه بقى عباره عن 24 عضو، خمس اعضاء دول اعضاء دائمين اللي هم الولايات المتحده الامريكيه واليابان والمانيا وفرنسا والمملكه المتحده اللي هي بريطانيا، وفي ثلاث اعضاء كمان بعدهم اللي هو الصين وروسيا والمملكه السعوديه، وبعد كده بيبقى في 16 عضو كده بيتجددوا كل فتره، زي ما قلت لك ان عدد الاعضاء 188، كل عضو او كل دوله ليها حصه، الصندوق راس ماله هو اللي بيستخدمه في عمليات الاقراض. زي ما قلت لحضرتك اي دوله عضو في الصندوق لها الحق انها تاخد قرض، ولكن بعد موافقه طبعا في موافقه مبدئيه وفي موافقه كمان اللجنه التنفيذيه، اللجنه التنفيذيه عشان توافق لنا البرنامج الاصلاحي كله مش ال 12 مليار دولار بس، ده 12 مليار زائد من 5 ل 6 مليار دولار، كان الراجل اللي هو رئيس البعثه اللي كانت جت مصر قال لي انتوا لازم قبل ما نبدا اللجنه التنفيذيه توافق تكونوا انتوا خلاص قدرتوا انكم انتوا تجدوا تدبير للخمسه وسته، وهم كانوا كلمونا صندوق التنميه الافريقي والبنك الدولي هيساعدنا بجزء، وكان طبعا وزير الماليه طلع بتصريحات قال ان احنا هنطرح حوالي 3 مليار دولار في السوق علشان خاطر ايه يبداوا يوفروا من 5 ل 6 مليار علشان الصندوق بعد كده ال 12 يبقى دي عندنا حوالي يعني 18 مليار دولار نبدا نعمل بيهم. حضرتك بتقول لي علشان ده مش كل الناس واخده بالها من القصه دي، انه يعني عشان الصندوق يوافق موافقته النهائيه في يعني شرط انه يكون احنا قدرنا الى جانب ال 12 مليار دولار نوفر 6 مليار تقريبا من 5 ل 6 مليار من جهات تمويليه اخرى اللي هي البنك الدولي ومعاه صندوق التنميه الافريقي، صندوق التنميه الافريقي، وكمان قالوا الدول اللي ليكوا علاقات معاها يعني مثلا ممكن الامارات او اي دوله ممكن يعني السعوديه صديق. يعني وكمان ممكن احنا بنتكلم في حوالي من 17 ل 18 مليار بنتكلم كاجمالي زائد يعني السته زائد ال 12 بتوع الصندوق الرقم يبقى 18 ده. يعني مين بيحددوا ان المشكله الاقتصاديه لمصر محتاجه الرقم ده علشان يعني يحصل لها تحلحل؟ مين اللي بيقول احنا محتاجين كده مش محتاجين 10 مش محتاجين 20؟ يعني مين اللي بيحدد الارقام دي؟ هم لما كانوا قعدوا مع بعض طبعا هم شايفين الوضع ومعاهم الارقام، سوق الموازيه مواردها ايه، احنا لما هنعمل عمليه تحرير سعر الصرف هتبدا السوق تتحرك ازاي، واحنا محتاجين كام كل شهر عشان نوفر مواردنا الاساسيه، الموارد الاساسيه انا لو قدرت اوفرها ويبقى البنوك موجود فيها دولار يسمح بان الطلب الرئيسي على الدولار ان احنا نقفله ونطمن الناس ان اي طلب على الدولار هيلاقوه في البنوك، فتبدا الناس بقى يعني يبدا اللي شغال في السوق السوداء لما يعرف ان البنوك موجود فيها دولار هيبدا طبعا يتخلص من الدولار اللي معاه زي ما حصل سنة 2003 و2004، ويبدأ بقى الناس تحويلات المصريين عاملين بالخارج تخش البنوك والكلام ده كله، فنبدأ نتخلص من عملية السوق الموازي. الناس بعت رحلتها كله وحولت الجنيه لدولار. احنا انت عارف حضرتك ارقام شهر 4 اكدت على ان احنا بقى لنا 4 اشهر معدل نمو الودائع بينخفض انخفاض كبير جدا.
ده معناه انهم بيسحبوا الودائع ويجيبوا منها دولارات. لا، اصحاب الفوائد الماليه بدل ما يروح يحط في البنك، لا بدا يروح سوق الذهب. ايوه عارفه الذهب عامل 75% في 7 شهور، عامل زياده حوالي 75%، الدولار عامل حوالي 50% زياده. فطبعا اصحاب الفوائد الماليه، عشان طبعا زي ما قلت لحضرتك الدولار طالع، والدولار طبعا انت عارفه ان البنك المركزي بيوفر بس 6 مليار دولار، اللي هو العطل 120 وال 130 مليون دولار كل اسبوع، يعني في الشهر بنوفر نص مليار، يعني في السنه بنوفر 6 مليار. 6 مليار ده احنا محتاجين، حركه الصادرات السنه اللي فاتت كانت 60.8 من 10 مليار دولار، فاحنا محتاجين، احنا يعني بيوفر عشر ال 10% من الطلب على الدولار بس. فحضرتك احنا محتاجين بالفعل موارد علشان خاطر نقفل الحكايه دي، فالبنوك لازم يبقى فيها. فهم اتفقوا ان المبلغ ده اللي ممكن جدا ان هو يكون كافي ان احنا نقضي، لو قضينا على السوق الموازي ودخلت موارد دولاريه هيبدا يتحدد السعر العادل للدولار، نبدا بقى نخف بقى يعني التضخم اللي اخذ منحنى تصاعدي رهيب واثر على حياه الناس، الامور هتنخفض. هل ممكن طبعا توقع الجنيه هيبقى بكام؟ والله شوف حضرتك، هو السعر العادل من الممكن جدا انه لو الاستراتيجية دي اتعملت صح، احنا من الممكن جدا ان احنا نتحكم، يعني من الممكن جدا ان البنوك تبدأ تتحكم في السعر. اعتقد ان السعر من الممكن جدا ان يكون 10 11، مش هيتجوز كده. يعني هو دلوقتي وصل 13.80 في السوق الموازي. لا 12.60. 12.60 ده بس الناس مستمرة بتبيع ب 13 وهي عادي. لا حضرتك بره بيحصل حاجات تانية خالص، يعني بره المصريين بره بيروح يعني، ودي مش بصراحة دي غلطة هنا، يعني غلطة حصلت هنا من محافظ البنك المركزي، أدت لأنه تحويلات المصريين العاملين بالخارج كلها دلوقتي بتتحول عن طريق السوق الموازية. ليه؟ لأن دلوقتي لما المصري بيحول مبلغ لقرايبه على هنا بالدولار أو بعملات أجنبية، بيروح البنك في الغالب بتبقى بنوك حكومية وفي مناطق ريفية، يعني بيقولوا لهم احنا مفيش عندنا عملات اجنبيه، اقعدوا استنوا الساعه 3 لغايه لما البنك بيقفل، قد يكون فيه يعني، طب تعالى بكره، طب لا، طب ممكن تاخد بقى مصري، وبيحاسبوا مصري ب 8 جنيه 85 اللي هو السعر الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي. فالراجل بيشوف ان هو خسران، يعني هو ممكن يكون محتاج فلوس، فيقول له طب خلاص انا هاخدهم مصري، فهو خسر كده، خسر كتير زي ما قلت لحضرتك 50% زياده في السعر. فيقول لك لا، بيكلم قريبه بره بيقول له ده حصل كذا حصل كذا، تبص تلاقي يعني بيروح لهم ناس يقول لهم احنا هنديكم. مش قريبه بس، ده بقى في ناس متخصصين دلوقتي، ويقال ان في شوارع كامله بتتعامل في كده. يعني انت خلاص بقت مهنه وتجاره ان انا اروح للزوجات هنا، هو اقول لهم كلمي زوجك انا خدت كذا وحدي له كذا، ويصفوا الموضوع. لا ومن بره كمان، من بره يعني، ما في ناس بره بتساعدهم. وانت في دوله عربيه بتلاقي الراجل جاي لك بيقول لك انا هاخده منك مثلا ب 12، وانت حسابك رقم كام، وانا اعمل لك تحويل بالمصري، وهو قاعد بيعمل له التحويل وخلاص، او بيديله شيك بيبعته. لو هو بقى يعني ما فيش خالص، بيديله شيك بيبعته لاهله في جواب، وبيبعته بيروح يصرفه من البنك. طب استاذ احمد، حضرتك بتقول لي انه القرض ده ممكن يؤدي الى خفض التضخم العالي اللي عندنا، السيطره شويه على السوق الموازيه، لكن ايه السلبيات اللي ممكن تحصل جراء اخذنا القرض ده على المواطن العادي؟ زي ما قلت لحضرتك، احنا مش يعني محافظ البنك المركزي زي ما شفتي كان في شهر 3 اخذ قرار بتحريك بتخفيض الجنيه. طبعا تخفيض الجنيه، وطلع قال ان تخفيض الجنيه ده مش هيعمل اي ضغوط تضخميه. ليه يا سيدي؟ قال ما هو اصل الاسعار كده كده عاليه، فالتجار مش هيعلوا. مفيش حاجه اسمها كده، انت مش هتتوقع سلوك تاجر. لا، اذا كان في الناس بتحتكر في احتكارات وفي شكاوى من ان الاسعار متخطيه بدون الدولار، وقبل ازمه الدولار كانت الاسعار زيادة يعني اوفر عن الاسعار العالمية كمان نتيجة لعمليات الاحتكارات اللي بتتم في السوق. فانت ما تجيش تقول كده. طبعا هو لما قال كده احنا جينا هنا وقلنا ان رمضان هيبقى الاسعار عالية جدا جدا جدا، والقرار بيبان بعد شهرين. طبعا اديك شفت معدلات التضخم قفزت دلوقتي، وصلت طبعا طبقا لاعلان الهيئات المسؤولة 15%. لو احنا سيبنا الدولار كده ومفيش موارد عندنا، وبدأ
القصه دي تحصل، معدلات التضخم هتوصل لمستوى الشعب مش هيقدر يتحمله بالفعل. فاحنا لازم نقضي على الموضوع ده، القضاء على الموضوع ده احنا قلنا حلول الناس يعني، وخصوصا محافظ البنك المركزي هو شايف انه مش هيقدر يعملها، عالية شوية عن تفكيره كده. هو في الاخر وصلوا للحل التقليدي ان احنا زي ما قلت لحضرتك هنروح للملاذ الاخير قرض الصندوق. وطبعا كان في تمهيد لكده، يعني كان في تمهيد لكده ان احنا في شهر فبراير علينا الحصة، بدأنا نقول في قيمة مضافة جاية خلي بالكم، فكان الاتجاه كده ولا كده هنروح بس مسألة وقت. التخفيض اللي عمله، التخفيض اللي كان عمله الاولاني ده كان بيجس نبض السوق، اللي هو التخفيض ال 120 قرش، طبعا جه يجس نبض السوق يعني للأسف يعني رفع معدلات التضخم وأضر بطبقة لا يستهان بها من المجتمع المصري، ورفع عليهم الأسعار بصورة لا تتخيليه. الفترة اللي جاية لابد من التأني، وديك شايفة ان كل يوم تلات بيحصل العطل اللي البنك المركزي بيعمله، اللي من الممكن جدا ان هو يخفض فيه قيمة الجنيه. البنك المركزي فيه تأني وفيه تروي ومفيش تخفيض خالص، لانه ما يقدرش يخفض، لو خفض السوق الموازية احنا مش هنجري وراهم، مش هنجري ورا السوق الموازية، هيرتفع سعر الدولار ارتفاع كبير، وخلي بالك احنا مش هنجري، احنا يكون معانا الموارد الاول، وزي ما قلت لك عن طريق استراتيجيه معينه نبدا نتخلص من السوق. رؤيه حضرتك بقى، يعني انت بتقول ان الحكومه لجأت للحل ده، ويبدو ان هي يعني هو ده وجهه نظرها او تخيلها الشخصي ان القرض هو الحل. هل في حلول اخرى بديله، ولا حلول مكمله وموازيه ولازم كده ولا كده ناخد القرض؟ شوفي حضرتك، احنا بنقول في حلول، الحلول دي قصيره الاجل على فكره، وكان من الممكن جدا ان احنا لو من يعني قبل التخفيض، يعني ما التخفيض اللي هو عمله الاولاني لو كان عامل الحل ده كان زماننا بنجد ثماره دلوقتي. انت عارف حضرتك انه احنا محتاجين ان احنا نامن الطبقه المتوسطه ومحدود الدخل، ودي بتشكل اكثر من 90% من المواطنين المصريين. لازم نامن لهم يعني امنهم الاقتصادي، اكلهم وشربهم والدواء بتاعهم ومستلزمات كمان المستلزمات الضروريه للصناعه المصريه الضروريه والامصال والبان الاطفال، الكلام ده لازم نوفره. الكلام ده في السنه محتاجه حوالي 20 مليار دولار. لو انا وفرتهم وبدات اجيب جهه موثوق فيها وعن طريق المبلغ ده بتبدا هي اللي تستورد الكلام ده، ونبدا ويبدا ينزل السوق بالاسعار اللي هو ال 8 جنيه او ال 8 جنيه و80 قرش، مش هيبقى فيه معدلات التضخم هيبقى فيها ثبات ومش هترتفع على الاطلاق، والمواطن المصري مش هيحس بحاجه. فيما بقي يعني لو حد عايز يستورد اي حاجه تانية من الممكن جدا ان هو يبقى طبقا لقوى العرض والطلب. ان شاء الله يا رب الدولار يوصل، احنا بنقول 13، ده وصل 13 ونص، لو وصل 15 وانا هتأذي في ايه؟ انا اكلي وشربي ودوايا ومستلزمات الانتاج اللي هي بتاعت الصناعه، اللبس بتاعي والكلام ده كله بيجيني بالاسعار اللي هي، فانا حافظ على سعر الدولار في ال 20 مليار اللي انا محتاجاه ومحتاج اساسي لا يمكن الاستغناء عنه منين. وغيرهم محافظ وغيرهم على سعره، خلاص انا ماليش دعوه. يبقى البنك بيبيع للي عايز بسعر طبقا لقوى العرض والطلب. هتلاقي بعد شويه اللي بيستورد الحاجات اللي ملهاش لازمه دي، يا اما السعر هيعلى عليه وهيتوقف عن استيرادها، فمش هيبقى في طلب في السوق الموازية، الناس هتبيع للبنوك وخلاص ونخلص، يا إما الناس اللي هي بتنافس البنوك في الموضوع ده هتلاقي إن البنوك ماشية معاها وبتزود كمان عليها، فهتقول لك يعني إيه أنا مش هقدر على البنك، مش هقدر على البنك فعلا، فهيبيع برضو الموارد اللي معاه وهيخرج، وهتبدأ بقى البنوك هي اللي تخش فيها الموارد الدولاريه تبدا تتحكم في السعر. ده يتناقض باي شكل من الاشكال مع السوق الحر، عشان هم بيخافوا قوي من كلمه ان احنا مش سوق حر وعايزين يبقى اقتصاد حر وكلام من ده، فهل حضرتك بتقول ده بيتناقض ولا لا؟ الكلام ده مش هيتناقض على الاطلاق. ليه بقى؟ لان ده انا كنت هعمل يعني كان هيبقى انا بستورد للناس. طب ما هي الصين كل شويه عامله حاجات كده غريبه، وبعدين خلي بالك في واحد بيقول لك انت كده هتعمل سعرين للدولار، طب ما هو البنك المركزي عمل للدولار 500 سعر لما قال راح للصناديق بره وقال لهم انتوا هتيجوا تستثمروا في اذون الخزانه. طبعا اذون الخزانه بعد خصم الضريبه كان هو رفع 1.5% سعر الفايده،
خلى الاذن بتاع الخزانه اللي هو العائد بتاعه بيشكل عبء على الموازنه العامه، خلاه بعد خصم الضريبه حوالي 12% و13%. المثيل او البديل لاذن الخزانه الاوروبي بيدي 1%، 1.25% بالكتير. فاللي المستثمر او الصندوق الاجنبي هيعمله في 12 سنه او في 10 سنين هيعمله عندنا في مصر في سنه واحده. وقال له انا هامنك كمان من تقلبات سعر الصرف، يعني السعر اللي هتشتري بيه هطلعك بيه. يعني لو واحد اشترى ب 8 جنيه هيطلعه ب 8 جنيه، واحد اشترى ب 9 جنيه هطلعه ب 9 جنيه، واحد اشترى ب 10 جنيه، طب اشمعنى هنا في كام سعر؟ وانا لما بقول لك اكل الناس الغلابه اللي هم بيشكلوا 90% بتقول لي سعرين. لو احنا عملنا كده صدقيني، وال 20 مليار في واحد هيجي يقول لك طب وال 20 مليار دول انا هجيبهم منين؟ ده القرض بتاع صندوق النقد هيديني يعني 12 وفي 6 قد 18، طب انت هتجيبهم منين؟ لا انا هجيبهم برضه من البنوك. انا هعدل قانون البنوك، القانون البنوك من سنه 2003 ما تعدلش. راس مال البنك حد ادنى لغايه النهارده 500 مليون جنيه، انا من الممكن جدا اعمله 500 مليون دولار. البنك اللي مش قادر هدخل له مساهمين جداد، وفي 500 بنك عايزين يخش السوق المصريه عشان تكوني عارفه. انا لو رفعت هجيب المبالغ دي، وخلي بالك ان انا هعدل كمان اسمح للبنوك الاسلاميه انها تشتغل. البنوك الاسلاميه هنا مش عارفه تشتغل لاني في فقره في بند من بنود قانون البنوك بيقول لك لا يسمح للبنوك بتملك العقار والمنقول، العقار، العقارات، المنقول اللي هي البضايع. البنوك الاسلاميه كل شغلها او اغلب شغلها بيع الاجل. فلازم تتملك عقار ومنقول. لو انا سمحت لها، في بنوك اسلاميه بره في الدول العربيه مش عارفه توظف فلوسها، لو جت هنا انت عارفه المشروعات الكبرى دي كلها بدل ما احملها على الموازنه من الممكن بنوك. جدا البنوك دي انها تمولها بالنظام فيه. المشاركه. نظام المشاركة الموازنة مش هتحمل حاجة خالص، والفلوس موجودة، مش هاجي أميل على الاحتياطي واخد منه، أو هاجي أقول ده أنا مش عارف هاخد قرض عشان أعمل إيه، لا البنوك أهي هتمول لك، والعائد بتاع المشروع بتبدأ تتقسموه بنسب معينة، دي مش خصخصة، دي ما فيهاش أي حاجة خالص، دي بنك جاي بيشاركني في مشروع كبير جدا المواطن المصري. ولو خصخصة، ما هو في بنوك يعني معروضة دلوقتي للبورصة. ده يا ريت ما يعرضوش الكلام ده لغاية لما يشوفوا الحل اللي احنا طرحناه دلوقتي. وحضرتك بتقول لي الحل ده يعني على مدى حلقات طويله حضرتك بتكرره، ده احنا اللي هو تعديل قانون البنوك وزياده راس مالها، مفيش حد بيستمع للاقتراح ده ابدا. شوفي حضرتك يعني انا مش عارف يعني هو اصل كل واحد سبحان الله وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات، درجات في الفلوس ودرجات في الصحه ودرجات برضه في الفكر. جايز في يعني اللي بيبص لحاجه زي كده بدل ما يناقشها، لا هو مثلا لا مش هنناقشها، ده هو ايه اللي بيتقال ده، لا مش هعمل كده، في كتالوج كده محفوظ هو اللجوء للطريق الفلاني. للاسف هم بغض النظر عن تجربة طرق اخرى، مع اننا جربنا في سعر الصرف كتير قوي لما جبنا الارض. الدايره اللي هي بناخد منها دي، ما دي بقى لها من ايام الرئيس حسني مبارك، هي دي اللي احنا بناخد منها، ما حاولناش نخرج من براها خالص. لو خرجنا من براها هنلاقي ناس كتير جدا، احنا 90 مليون أو 91، ده احنا داخلين على 95 مليون، 95 مليون مصر فيها عقليات ما شاء الله، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عقليات جبارة. الله يرحمه الدكتور زويل أهو، يعني في ناس كتيرة جدا، مش يعني يا جماعة في ناس جوه مصر فيها عقليات، يعني ما فيش حد بيسعى لكده. فإحنا المهم إن إحنا الفلوس دي إحنا برضه من بره بنقول لهم أنتوا تستخدموها إزاي. كان محافظ البنك المركزي دعم الاحتياطيات من خلال اصدار اذون خزانه دولاريه، اذون خزانه مقاومه بالدولار، دي ما بتبانش في الدين في الدين الخارجي، دي بتتحط في الدين المحلي. دي كان في شهر مارس كانت زادت بحوالي 2 مليار دولار، ال 2 مليار دولار دول واخدهم من فلوس البنوك، وخصوصا البنوك القطاع الحكومي. مراكزها الماليه بالعمله الاجنبيه فيها مشاكل، لان هو قبل كمان ودايع من البنوك ودعم بها الاحتياطي. كان من المفروض يعمل كده لحد معين، ولكن التوسع زي ما قلت لك، البنوك دلوقتي لما بتيجي تروح تقول لها عايز تحويل، وعشان كده كلموا الناس بره، وتحويلات المصريين عاملين بالخارج بكاملها بتخش موارد للموازنه. احنا من السهوله بمكان وان احنا نلاقي حلول من بره. وعلى فكره الحل موجود برضه، والله اللجنه التنفيذيه اجتمعت، انت ما تعرفيش في ايه. امريكا على فكره حصتها 17%، امريكا حصتها 17%، والدول اللي انا قلت لك عليها الخمسه دول
بتتحكم طبعا في القرار. على اي حال يعني هم اختاروا هذا الاختيار، ونرجو ان يكونوا يعني عندهم يعني مخطط كامل ومتكامل ممكن يجيب النتيجه، ونرجو ايضا ان يكون في استماع لباقي الحلول والاقتراحات جنبا الى جنب. ربما لو ما اتمناش الصفقه دي او يعني القرض ده نستطيع اللجوء اليها او حتى نلجا اليها جنبا الى جنب مع القرض. انا بشكر وجود حضرتك معانا استاذ احمد ادم الخبير المصرفي، شكرا جزيلا لك يا فندم. لسه فقراتنا متواصلة مع حضراتكم، وبعد الفاصل إن شاء الله هنتكلم عن المياه، أزمة المياه وخطة المواجهة اللي بتعدها وزارة الري لمواجهة الشح المائي. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. هذا البرنامج برعاية